للشعب الجزائري الشقيق سعدت جداً بلقائي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون سعيد أن أكون في عاصمة الجزائر وفي ضيافة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون ومع زميلي وأخي الفاضل سيد رمطان عمامرة هذه الزيارة التي جاءت في هذا الشهر الكريم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير للشعب الجزائري الشقيق سعدت جدا بلقائي مع فخامه الرئيس عبد المجيد تبون الذي دائما اتعلم من نصائحه ومن خبرته الطويله ومن حنكته السياسيه جاءت هذه الزياره لدعم جهود حكومه الوحده الوطنيه ولوصولا لانتخابات نزيهه وشرعيه آه فخامه الرئيس عبد المجيد تبون اكد على التزامه والتزام آه حكومه آه الجزائر الشقيق بدعم جهود هذه الحكومه وصولا الى انتخابات نزيهه قريبا باذن الله وان هذا هو الحل الوحيد للشعب الليبي آه الشرعيه والانتخابات آه وصولا الى بر الامان والاستقرار آه ايضا تشاورنا في العديد من الامور الجانبيه ما بين البلدين الشقيقين آه وتناولنا الكثير من الملفات المهمه وكان الحديث دائر حول آه اهميه الاستقرار لليبيا لأنه استقرار المنطقة واستقرار لكل الدول العربية ولدور المغرب العربي أيضا تحدثنا وتطرقنا إلى كيف نعالج هذه الأزمة السياسية الراهنة وهي بالصبر وبالحنكة وبالعمل معا مع شقائنا الجزائريين وصولا لبر الأمان وهو الانتخابات والشرعية قريبا بإذن الله شكرا